اصحابي عاملين ايه؟ كله تمام؟ صلوا على النبي كده يا جدعان، واللي محطش لايك هحط لايك. مفيش وقت، يلا معانا فايت، معانا فايت، مش هنتكلم. اوعى يا اسطى، خلاص يا اسطى، خلاص 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 يا اسطى، بطل ضرب. ايه ده صاحبك؟ هو ما نزل صاحبك كده على السريع؟ طب نجيب السكواد ده كده بعد كده نتكلم. ده ايه ده؟ ده انت صاحبك ده، ده انتوا تيم ضايع. لو النوك نرجع بقى لموضوعنا. كله تمام، كلكم بخير، يا رب كده تكونوا كلكم بخير وسلام يا رب. عايز اقول لكم ان انا مش هقدر اكمل صوتي يا جدعان لحد اخر الفيديو، او يعني مش هقدر اكمل، مش هقدر اتكلم معاكم لحد اخر الفيديو، لان السماعه بتاعتي باظت، او السماعه اللي كنت مسجل. طب ثانيه نجيب الواد ده. حبيبي يا اسطى رايح فين؟ انا وراك. يعني السماعه اللي كنت بسجل بيها باظت، ودلوقتي بسجل بانتي فري عادي، والصوت يعني الصوت ضعيف او مشوش او واطي، حاجه من الحاجات دي يعني. فسيبكم على الفيديو، الفيديو فيه لقطات حلوه قوي، وبشات وكلبس كودات ولقطات السنايبر، لقطات السنايبر حكايه يعني بصراحه. انا كنت اتمنى يعني افضل معاكم كده، كنا نضحك لحد الاخر وبتاع. فان شاء الله قريب راجع بحاجات حلوه كتير وحاجات حلوه كتير قوي. فبس هسيبكم على الفيديو بقى، متنساش اللايك لو لسه ما حطيتش لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه تعجبك كل فيديوهاتي. هسيبكم بقى مع التيم ده، يلا حبايبي سلام. I need a scope.
I need a weapon. انا جيت اهو، انا رجعت تاني اهو يا جدعان. لو لسه بتكمل معايا الفيديو لحد الدقيقة دي فخد قلبي بقى واكتب، يا ريت تكتب لي كومنت بقى، عشان لو كتبت لي كومنت اظبطك. خلص بس الفايت ده وبعد كده نتكلم. طبعا انا اخر حتة دي فمن حلاوتها فقلت لا لازم اتكلم فيها بقى وافضل معاك وبتاع. ف يلا معايا دوق قدامي. دمجته. هوبا العربية والاول نوك. فين التاني؟ صدورية. عاش 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 يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة. ايزي 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 يا جماعة، ايزي والله.
هيل على السريع، لان انا بحب يا جدعان والله بحب فايطات الجبل قوي. يعني انا فايطات التلج دي والجبل بحبها قوي قوي، بس انا اكون واخد الهاي. صح، في واحد قدامنا. انا هموت هموت دلوقتي يا جدعان، هموت اوسخ موتة في التاريخ. عاش الايم، عاش الايم يا اسطى، عاش الايم بجد. فنجيب طلقة الفلير بقى ده ونضرب الفلير ونلعب بوم بقى ونعمل كام لقطة حلوة. يا جدعان بالمناسبة، بالمناسبة جروب الفيسبوك الخاص بينا الخاص بباب جلايت عامة، يعني اكون سايب لكم الرابط في صندوق الوصف، يا ريت كلكم تروحوا هناك اللي ينزل منشورات بقى وكده، يعني هناك عيلة واحدة. الله، قوم ودي ودي ودي. الله، قوم. اه يا جدعان ما تنساش برضه، لو لسه بتشوف الفيديو ايه ده، في ضرب. لو لسه بتشوف الفيديو لحد الدقيقة دي، انصحك تكتب لي كومنت. خد بادي، خد بادي والله، خد بادي. عاش، عاش الايم يا اسطى، عاش الايم. ليا انا بقول له عاش. بحبك يا جدعان، والله بحبك. فين صاحبك كده؟ هيموت زون، اكيد هيموت زون. انا مش عارف صوتي واطي، صوتي واطي وصوتي واطي، وانا عارف ان هو واطي بسبب ان السماعة بايظة يا جدعان، السماعة بايظة. ان شاء الله في اقرب وقت هشتري ميكروفون قريب بإذن الله. اه جاتني الكلية، يبقى صاحبه، صاحبه مات زون. اه ده صاحبه مات زون اصلا. تمام ماشي شغال. هنلوته، لا هنجيب العربية ونمشي ندخل زون. يا ريت ما تنساش اللايك يا زميلي لو لسه ما حطيتش لايك، عايزين نوصل الفيديو ده كده لاكبر عدد من اللايكات. طبعا يا جدعان انا ماشي في امان الله، وبصيت كده لقيت الفيست بتاعتي بايظه، فقلت هنزل الفلير ده اللي انا ضربه واجيب منه فيست وهلمت جداد، وبدوس كده خروج من العربيه وعينك ما تشوف الا النور. بس يا جدعان اتمنى تحطوا لايك للفيديو واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.